مظاهرات دعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه عدوان الاحتلال لا سيما خلال هذه الفترة العصيبة لم تتوقف عند الدول العربية والإسلامية فحسب، بل وصل صداها إلى أوروبا والعالم أجمع. في النمسا احتشد مئات المتظاهرين في ميدان ستيفانس بلاتس وسط العاصمة فيينا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية دعما ومساندة لأهل غزة والضفة الغربية. في وسط العاصمة النمساوية فيينا، نظم حقوقيون ونشطاء من مختلف الجنسيات وقفة احتجاجية تنديدا بالجرائم البشعة التي تقترفها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. صور الجرحى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية كانت محفزا قويا لهم في إدانة سياسة الكيل بمكيالين والصمت الدولي إزاء ما تقترفه إسرائيل من جرائم ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. جئنا هنا لإدانة الصمت الغربي المخزي باعتقادي أن حل الدولتين سيمكن الفلسطينيين من أن يعيشوا أحرارا في دولتهم المستقلة، كما أعتقد أن تصبح القدس مدينة محايدة تتعايش فيها كل الطوائف الدينية بسلام. وهي مظاهرة الهدف الرئيسي منها العمل على مساندة شعبنا الفلسطيني اللي موجود في غزة بسبب التعرض اللي بيواجهه من قبل جيش الاحتلال وماكينة القتل المبرمجة اللي بيكون فيها جيش الاحتلال. التقتيل والدمار الذي تقوم به إسرائيل في غزة فوق كل التصورات ولا يمكن تبريره. الشعب الفلسطيني يقبع منذ عقود تحت احتلال يسلب كل حقوقهم. سفير دولة فلسطين لدى النمسا صلاح عبد الشافي الذي يتعرض بدوره لضغوطات سياسية قوية وصلت حتى إعلان النمسا تجميد المساعدة التنموية النمساوية لفلسطين، أعرب عن صدمته الشديدة من موقف السياسيين الأوروبيين الذين لم يجدوا كلمة آسف واحدة عن أكثر من 900 شخص قتلوا في الهجمات الأخيرة على قطاع غزة، مستنكرا بشدة ازدواجية المعايير التي يتبعها العالم الغربي. عملية إبادة جماعية، يعني حتى صباح هذا اليوم 22 ألف مبنى سكني تم تدميره بالكامل. هذا طبعا أعداد الضحايا ما بين المدنيين بارتفاع متسارع، يعني اقترب من 1000 و5000 جريح، ونحن نستغرب من دول أوروبية أن تشارك في عقاب الشعب الفلسطيني. هذه مشاريع تنموية إنسانية من أجل التخفيف على المواطن الفلسطيني. من وسط العاصمة النمساوية فيينا لتلفزيون دولة الكويت، عبد الرحمن ششاري.